طبعا اهلا وسهلا بكم في الجزء الاخير من حلقتنا لليوم. ما زلنا مستمر معكم اكيد. انضمت لنا نسرين عبدو اخصائيه تزيير الكيك. طبعا الله يصبحك بالخير. صباح الخير. امورك تمام؟ كيفك؟ الصراحه يعني نعطيكي مجال واسع جدا نحكي عن الكيكه تبعتك، بس نشوف السكبه هاي النهائيه هون يعني، واذا بتعزنا الشيف هيك بحب على جنب. يلا تعال يعني بصير يعني الواحد يذوق يعني. طبعا بعزك. الله يسعدك. تفضل. يا عيني يا عيني، لانه النسرين بس بدياك تذوقها وش راح تطلع علي. انت بتقعد بتاكل بتتسلى يعني، بده على الليبره وانا بس بتغدى. تركيز. نقعد نتغدى يا جماعه. بالضبط. سمير لازم تذوقها وتحكي للمشاهدين. طيب شو رايك؟ اعطيني بدي معلقه عشان يلا. بدي بس دقيقه بعد اذنك يعني، عشان اكون يعني صريح جدا مع المشاهدين بدي اسوي زي هيك. دقيقه شوي. في رز اذا بدك كيف تقدم. طبعا مع رز ابيض مشاهدينا، وهيني عملته جاهز. بدي اذوق الصلصه اشوف اذا تعطيني الحموضه اللي انت بدك اياها. رح يبين برياكشن وجه الموضوع. هي زاكي مع يعني رز زاكي كثير صح؟ يا الله ما اسكر حموضه تبعت التمر. صح هندي. صح يا صح سلام. صحتين. هاي اللي يعني اللي بدك اياها، الحموضه اللي بدك اياها اللي بتدور عليها في النغويش اللي بيسووا المحاشي واللحمه. هسه بروح على اللحمه. انا هسه قاعد بسولف على المرقه. نروح على اللحمه. موضوع اللحمه. صحتين. وهنا هاي نوديها محلها. قلت لي رز انا بدي اغمس. زاكي غماس كمان. انا بدي اغمس. بدي اغمس مع الرز ولا لا؟ يعني كلنا نفس الشيء. استغماس غير صح. له طقوس خاصة صح؟ بعدين بكون تاكل مع مجموعة شباب ويكون واحد زي هذاك اللي غاد هذاك. ما شاء الله عليه. بدك تزت هيك عشان تحجز. يا دوب تمسك بالرغيف وتزت على الصحن. هون انت بتحجز منطقتك، عرفت عليك؟ تمام. تمام. طيب احنا بدنا نشكر اكيد الرائعة الشيف ايمان عماري. اساعد على اطباقها. بدك تظلي معنا؟ ما في مشكلة. لا حبيبتي يعني ارتاحي. طيب حبيبتي اذا اموري تمام. شكرا يا شيف ايمان على حبيبتي. لا طبعا بس انا يعني قادرين انك اليوم هيك شويه احسن يدخل شيء عجينه السكر. طيب شو بدنا نسوي اليوم يا نسرين؟ اوكي اليوم رح نعمل كيكه لمحبي القهوه. هم كتار طبعا وانا واحده منهم وانت اكيد والكل. هيني هون. بالضبط. رح نعمل الفنجان القهوه وصحن القهوه اللي رح نزين فيهم الكيكه. حلو. هلا اللي بيشوف هذا المنظر بتوقع انه الشغل كثير صعب. بس هو جدا سهل وبمعدات موجوده في البيت. في المطبخ يعني مش شيء صعب ابدا. اوكي هلا بس بالاول بدي احكي انه في طريقتين لعمل فنجان القهوه. تمام. الطريقه الاولى اللي بيكون مفرغ الفنجان من جوا بهاي بهذا الشكل بيكون فاضي. والطريقه الثانيه لما بستخدم الطابات البوليستر بيكون الشكل بهذا بهاي طيب الطريقه. طيب اسمعي بدي بدي اطلب منك طلب. بدنا نسوي هيك. شفت؟ نسوي ازاحه بس. عمليه ازاحه. شفت بده وقت لانه هاي استكي شوي فلازم اشيل كل شيء. يا عين. تمام تمام. والله عليها كل مقاسات. هاي تقولي كليه الهندسه. بالضبط. هو شغل السكر زي شغل الهندسه ما تفكر على التك. دقيق جدا. جدا دقيق. وجيبي تمام هون. ايوه تابعي. كان فنجين القهوه. الفنجين. بالضبط. أيوة. بنحكي انه في قدامي خيارين. متى بعمل هذا الخيار ومتى هذا؟ هذا الفنجان الفاضي من جوا بعمله اذا كان معي وقت، يعني كان في معي مثلا قبل بيوم بقدر اعمله واحطه على الكيكه ثاني يوم، بس اذا ما كان معي وقت بدي اعمل الفنجان واحطه مباشره على الكيكه لازم استخدم طابات البوليستر. اذا ملاحظين هون انا جايبه طابه بوليستر حجمها على حسب حجم الكيكه وعلى حسب بدي اعمل فنجان قهوه او فنجان شاي، يعني بضبط هاي الطريقه بالجهتين. اوكي بقص طرف البوليستر من ورا شوي، بعمل زي مكان عشان زي قاعده. ايوه بالضبط عشان تقعد يقعد الفنجان براحته. وبقص تقريبا ثلث الطابه من فوق عشان اعطي شكل الفنجان، بغطيه بعجينه السكر وبزينه عشان يعطيني شكل الفنجان بهاي الطريقه. اوكي تمام واضح. هلا الفنجان الثاني اللي رح نحكي عنه احنا اليوم اللي رح نعمله قدامكم اللي هو هذا. هذا محتاج بتحسه زي كانه فنجان حقيقي. يعني أوكي. فعلا يعني تحسي هو لا ابدا. اوكي هلا شو بنحتاج عشان نعمل هذا الشكل؟ بنحتاج لفنجان قهوه ساده موجود عندنا كلياتنا، بس اهم شيء يكون الفنجان املس ما عليه زخارف ما عليه حفر او شيء، يكون املس. وبنحتاج لصحن قهوه برضه نفس الشيء يكون املس عشان نعمل الصحن. الطريقه
انا رح نجيب العجينه. طبعا عجينه السكر انا ضفت لها بودره تنشيف العجينه اللي هي الجام بيست ميكس او السي ام سي عشان تنشف معي، لانه هاي اذا عملنا عجينه سكر بس رح تتكسر معي، عشان تضلها ماخذ القوام وشد شد بالضبط. بس نسرين اللي ما عندهم جام بيست نقدر نحكي لهم انه بده يحطوا عليها نشا زياده، بنشوها نشا كثير بالمايكرويف، مش ضروري مايكرويف اذا ما عندهم كمان، يعني بيسرع لما تسخني العجينه وتحطي عليها طبعا نشا. اكيد بس انه اذا بحبوا يعملوها ينشوها قبل بيوم ويحطوها بتصير تمام، بتصير جامد. بتعرف الجام بيست مش موجود في كل محل، عشان هيك بيسالوا عنه كثير مشاهدينا. الباودر موجود انا بلاقيه دائما، يعني وين بتلاقيه؟ مثلا بوادي الامام، بمحلات شارع الاردن وهيك. موجود. اوكي تمام. هلا بناخذ العجينه نعجنها منيح، رح امدها بس رح احط نشا. رح املك هذا شوي من جنبك عشان تاخذي راحتك. تمام هاي هيك. يسلموا حبيبتي. ولو بدك افرد لك شيء افرد معك. لا لا شيء. تمام كله تمام تمام التمام. اوكي رح نعمل اول شيء شكل ايش بالاول؟ الصحن المغلق. اوكي رح نعمل الفنجان المفتوح. بس المغلق الصحن الاول يعني سهل، مش ما بده كثير. بدناش نقرا تعليقات خلاص. لا رح ناخذ الفنجان رح احطه على ورق زبده حسب الاخر، بعدين ببلش افوت لجوا عشان اشيل كل الزوائد. هذا ما رح يكون له ولا ضمه من فوق، يعني هي بتفرج على هذاك الجاهز انه يمع القد القد، يعني ما في له لفه او ما في لا لا ولا شيء. هلا اذا بتحب يعني اللي بحبوا يعملوا مثلا ديزاين معين بصير، بس احنا بنشوف الطريقه الاسهل عشان الناس تتشجع تجرب يعني. هلا هيك بيكون جاهز الشكل عشان اتركه يوم كامل 24 ساعه مشان ينشف. بس في شغله مهمه كثير بالنسبه لتنشيف العجينه، لما بدي انشف اي قطعه سكر لازم ابعدها عن اشعه الشمس، لانه اشعه الشمس بتغير لون العجينه كثير بتفرق. اوكي فبحطها بمنطقه جافه بغرفه جافه مش بالمطبخ، وبتركها 24 ساعه. بعد 24 ساعه لما تنشف بعمل الايد اللي هي هاي بركبها عليها لما تكون ناشفه. اوكي الايد كثير بسيطه وسهله. ناخذ بس لو استاذ عمر بس تحدد لنا قديش ضايل 10 دقائق انا علشان 2 minutes؟ لا ما اتوقعش. معقول 5 minutes 5 minutes اوكي تمام. شكله بعده سرحان بالشوكولاتة عمر. عمر عقله بده يخلص الوقت بسرعة ينزل ياكل. اوكي رح اعمل زي هيك حبل بالسكر. بعمل نهايته تكون هيك رفيعة، باخذ بطويها بهاي الطريقه. طبعا هذا هلا اختياري شو الديزاين اللي انتم حابين تعملوه. بجيب اكزاكتو نايف بتخيل قد ايه حجمها وبركبها زي ما قلنا بعد ما تنشف. بكون لما تنشف بقلبها وبشيل الفنجان بكل سهوله، ما بيكون ملزق ابدا. وبنحطها بنلزقها بال انا بدي اروح على حبيبات القهوه. حاضر هيك. طيب بنلزقها وبطلع معانا طبعا، وبنقدر نزينها باي شيء احنا بنختاره. اوكي هلا الصحن بنفس الطريقه، مدينا عجينه وحطيناها بس لازم نحط نشا وقمنا الزوائد. اوكي بيطلع معانا بالشكل الموجود على الكيك، بيطلع معانا بهذا الشكل. و24 ساعه هذا لا بنشال بنشال. هيو شايفين اوكي يعني الصحن فيه ولا مش فيه؟ الصحن لا مش فيه خلاص، يعني ملمسه والله العظيم بتحس الصحن فيه. هيك هذا هاي فن عجينه السكر. طيب اسمعي انا اسمع هاي علاج للنفس بحياه الله. عجينه السكر شيء رهيب. هاي علاج للنفس والله العظيم. تعال عندي على المحل لو يعني لو عندي بعمل لك بعلمك وشوف كيف. طيب نحكي عن حبات القهوه. يلا حبات القهوه. رح نجيب عجينه لونها بني. وشو نعمل؟ ناخذ بدنا نسويها بشكل حبه القهوه. بالضبط. اوكي ناخذ جزء صغير نعمله طابه. تمام بعدين رح اضغط عليه بشكل طولي عشان يصير زي شكل حبه الزيتون. اوكي اذا مبين هون. اوكي هيو تمام بيجيكي هناك مهند. يس ابشري. تعال هون يا استاذ عمر رواش وردينا بس عشان نشوف كيف الطريقه نشوف الطريقه.
هاي تعال هون عملناها دائرة، بعدين زي شكل حبة الزيتون، بعدين رح أجيب أداة تكون مستقيمة من الجهة، ممكن هاي، ممكن السكينة من الطرف الثاني. اوكي اذا ما عندنا هاي الاداه اللي بدنا نعمله انه بدنا نيجي من الطرف. بدك ايش تعملي مع هون؟ اوكي تمام، من الطرف للطرف الثاني. اها ايوه بهاي الطريقه، الحركه ابطا هيك. اوكي يا سلام ويا سلام. تمام، بعدين نضغط من الجهتين بهاي الطريقه. نعيدها مره ثانيه على السريع. طابه، هذول كم شي بيسوون كيلو قهوة؟ كم شي هالقد من هذا؟ حجم الحبة كبير. رح أعملها هون. الطابع عملناها زي شكل حبة الزيتون، بعدين بنيجي من الطرف. يلا خذيها شوي. أيوه أوكي. وهاي وهاي على هدا. يلا أنا بدي أتعلم أسوي حبة قهوة. يلا تفضل عيد كمان واحدة ستي، خلينا هون. أوكي يلا طابع. صار بدك حبة القهوة والأمردين والتمرهندي. تمام، نيجي من الطرف، نعمل زي خط من الطرف للطرف بهاي الطريقة، نضغط شوي. أوكي بعد ما عملنا الخط بدنا نضغط من على الحواف هيك. تمام بس، وصارت شكل حبة القهوة. تمام أوكي حلو. تعلمت سمير. حلو تمام. هلأ بدنا نركب وحطينا طبعا زيناها بحبات البن، وأنا هون عامل هيك حبة شوكولاتة صغيرة برضو. هاي بار شوكولاتة هذا. والله أشوف شكله. وانت معطيته اسم الماركه هاي. طب سميه على اسمك. ممكن سميه نسرين عبده. اوكي شوكولاته. ها هاي حتى الشوكولاته انه بار شوكولاته هذا. شايف كيف بار شوكولاته صغير. في شغله اخيره اللي هي بدي اعبي الفنجان بشيء سائل عشان يبين كانه في قهوه. شو بدنا نحط فيه سريعا؟ لانه معنا دقيقه. بدنا نحط فيه اللي هو جل تلميع الفواكه. بجيبه بس في معلقه. طبعا متعارف عليه مروار، متعرف عليه بمروار. هو بيجي شفاف. شفاف. اوكي انا حطيت عليه صبغه بني. طيب بس بدي احطه جوا الفنجان. ربحي سوي انت عشانك اليوم يعني طالب. افعلي ما شئتي. انا بدي اشكرك يا نسرين، او انا اشكر التفاصيل اللي بتشتغلي فيها. يعطيك العافيه. الروقان ولا اروع صراحه.